هذا السائل يا شيخ يقول بارك الله فيكم: أجريت لي عملية ثم نمت تحت تأثير التخدير لمدة يومين تقريبا، بالنسبة للصلوات وقت التخدير ماذا أفعل؟ هذا تخدير لمصلحتك، ولذلك أنت تقضي. لكن لو أن الإنسان جرى عليه حادث ثم غاب عقله وجلس تحت الأجهزة مثلا شهر نصف شهر بسبب الحادث، هذا لا قضاء عليه، لأن هذا إغماء لم يكن بإرادته. أما الإغماء اللي بعد العملية فهذا إغماء لمصلحته، يعني الأطباء يعطون هذا الإغماء من أجل ألا يتألم. ولهذا فإن هذا الإنسان يقضي هذه الأيام التي أخذ فيها المخدر لتخف عليه الآلام، يقضيها. طيب كيف يقضيها؟ بعض الناس الآن يقضي مع كل صلاة صلاة. خطأ. والأولى يا إخواني أنه يقضيها جميعا دفعة واحدة أو دفعات متقاربة، ويقضي الفرائض ويترك النوافل إلا سنة الفجر. نعم.